السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، سعيد بالتواصل معكم مجددا، وأشكر جميع الزملاء والأصدقاء وأيضا المشاركين الحاليين والمشاركين المحتملين الجدد، ونواصل مواضيعنا في عبر قناة يوتيوب جعفر تيغري بطبيعة الحال في المجال القانوني. وسنعرض في حصتنا هذه موضوع بالغ الأهمية، هو موضوع تحت عنوان المسؤولية، نعم، أو نقول بالضبط شروط المسؤولية، إذا بالتحديد شروط المسؤولية. فهاد شروط المسؤولية خصوصا كنتكلموا على شروط المسؤولية، كنتكلموا على قانون التزامات والعقود، فهو كيتسأل المتبوع عن الضرر الناتج عن عمل تابعه، ويجب توافر شرطين، هو ارتكاب التابع لخطأ أو ارتكاب أو الخطأ، والشرط الثاني هو ارتكاب التابع الخطأ أثناء العمل أو بسببه. إذا هناك شرطين أساسيين في المسؤولية، قلنا أنه كيتسأل المتبوع عن الضرر الناتج عن عمل تابعه، ويجب توافر شرطين، ارتكاب أولا ارتكاب الشرط الأول هو ارتكاب التابع لخطأ، والشرط الثاني هو ارتكاب التابع للخطأ الخطأ أثناء العمل أو بسببه. فبالنسبة للشرط الأول هو ارتكاب التابع لخطأ، فإذا كان النص من خلال الفصل 85 في الفقرة 3 ديال قانون الالتزامات والعقود كيوحي بأن المتبوع يكون مسؤولا كلما حدث ضرر للغير بفعل التابع دون تمييز بين المشروع أو بين الشروع منها وغير الشروع، فإن المتفق عليه فقها وقضاء هو أن مسؤولية المتبوع لا تقوم إلا إذا توافرت في فعل التابع صفات خطأ. فلقيام مسؤولية المتبوع يجب أن يرتكب التابع خطأ من شأنه أن يسأل عنه شخصيا، وضرورة توافر خطأ التابع المشار إليه هو الذي يفسر عدم إمكانية مسألة المتبوع في الحالة التي يقع فيها الفعل الضار من فاقد التمييز، باعتبار أن فعل هذا الأخير لا يعتبر خطأ. فإذا توافر خطأ التابع أمكنت مسألة المتبوع مباشرة دون حاجة لمقاضاة التابع قبل ذلك، لأن دعوى المسؤولية المتبوع هي دعوى أصلية يكفي لقيامها تحقق الضرر نتيجة خطأ من التابع. أما فيما يتعلق بالشرط الثاني، وقلنا هو أن يرتكب التابع الخطأ أثناء العمل أو بسببه، فهذا الشرط يكون في المتبوع لا يسأل يكون في المتبوع لا يسأل المتبوع عن كل الأخطاء التي يأتيها تابعه، وإنما يسأل فقط عن الخطأ الذي يرتكبه التابع أثناء قيامه بالعمل الذي عهد به إليه أو بسببه. فإذا كان الخطأ الذي يقوم به التابع أثناء العمل ومتمثل في إخلاله بما عهد به إليه من عمل، فهو لا يثير أي مشكل، ومسؤولية المتبوع ثابتة بشأنه. كما لو صدم سائق سيارة بسبب تقصيره وإهماله أحد المارة أثناء قيادته للسيارة المخدومة، حيث يعتبر التابع مخطئ والمتبوع مسؤولا. إنما الذي يثير المشاكل والصعوبات فهو الخطأ الذي يرتكبه التابع خارج أوقات تأدية عمله، ولكن بسبب قيامه به. وكي تعتبر العمل سببا في الخطأ عندما لا يقع الخطأ أثناء القيام بالعمل، ولكن العمل يكون ضروريا لوقوعه بحيث يتعذر ارتكاب الخطأ لولا. واختلف الفقه والقضاء الفرنسي حول المعيار الذي يجب الاستناد إليه لتحديد ما إذا كان الخطأ بسبب العمل أو ليس بسببه. فقد كان الفقه والقضاء الفرنسي يتجه في ذلك اتجاها موسعا، بحيث كان انه كان يعتبر ان الخطأ بمناسبة العمل كلما كانت له علاقة بالعمل من شأنها ان تسهل ارتكابه او تعطي الفرصة للتفكير فيه، وحتى ولو خرج التابع عن الاتجاه المرسوم له وخالف الأوامر الموجهة له في ذلك. وكان
وفق فعلا الاتجاه. وما بالنسبة للقضاء الفرنسي أنه مثلا مالك سيارة عن الأضرار التي أصابت الغير من جراء خطأ وقع في سائقه من سائقه رغم وقوع الخطأ أثناء عروج التابع للقضاء، أمر خاص به غير متعلق بما عهد إليه من عمل. وكما قضى بمسألة صاحب عربة مخصصة للنقل بوصفه متبوعا عن الأضرار التي وقعت بسبب خطأ سائقه الذي حمل العربة عددا من الركاب يزيد عن العدد المصرح به رغم أوامر متبوعه الصريحة في ذلك الصدد. وكيكون الاتجاه الجديد هو أن يخالف ذلك ويضيق من الحالات التي يعتبر فيها الخطأ بمناسبة العمل. وهذا الاتجاه هو الذي عبرت عنه محكمة النقد الفرنسية في قرارها الصادر بتاريخ 18 يناير 1963 عندما قررت بأن المتبوع يكون مسؤولا عن الأضرار المترتبة عن عمل تابعي إذا كان هذا التابع يؤدي الوظيفة وفقا للاتجاه المرسوم له، ولكن بشرط أن يكون تصرفه لحساب المتبوع. أيضا نفس الاتجاه الذي أخذ به المجلس الأعلى أيضا في قراره الصادر بتاريخ 26 يناير 1960 الذي قضى بأنه لا تترتب المسؤولية في حق سائق سيارة أجرة تاكسي إذا عهد لشخص بحراسة السيارة فقط وبدفعها بيد الاحتفاظ بموقعها داخل الصف المتصل للسيارات الأجرة الواقفة في جانب الطريق المعدة لها، فاستولى على السيارة وركبها للقيام بجولة ارتكب أثناء حادثا تسبب في أضرار الغير. وكما هو واضح فإن التابع في هذه الحالة لم يتصرف في نطاق الاتجاه المرسوم له من طرف متبوعه ولم يعمل لحسابه. إذن هذه مجموعة ديال المفاهيم المتعلقة بشروط المسؤولية، وقلنا عموما هي يسأل المتبوع عن الضرر الناتج عن عمل تابعه بوجوب توافر شرطين، قلنا هو أولا الشرط الأول هو ارتكاب التابع الخطأ، والشرط الثاني هو ارتكاب التابع الخطأ أثناء العمل أو بسببه. إذن إلى هنا كنكون وصلنا لختام العرض على لقائكم عبر قناة يوتيوب جعفر التغزري. بالله التوفيق والنجاح، دمتم في رعاية الله وحفظه.